السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. هنشوف الملح الروحاني بتاعك هيخبي لك ايه اللي مخبولك وايه اللي هيكون عندك في حياتك، لان انت الفتره دي من اكتر الفترات اللي باذل فيها مجهود كبير جدا يا برج السرطان، والمجهود ده جاي عليك بخسارة، او عمال تجاهد مع ناس ما تستاهلش محبتك، ما تستاهلش حنانك، ما تستاهلش اللي انت بتعمله ده معاهم، او اللي انت بتعمليه مع الناس اللي حواليكم. بس انتوا الفترة دي يا برج السرطان في فرح، ونشوف مع بعض القراءة بتاعتكم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه، انت اليومين دول عندك شويه قلق، شويه تفكير رهيب جدا. في حاجات بتفكر فيها، عليك فلوس عايز تسدها، عليك دين عايز تطلع منه، عليك حاجه مضايقاك، او بمعنى اصح عندك خنقه وبتحاول تجدد من اللي انت فيه. امورك اي نعم مش متظبطه، بس عندك حاجه بتتحضلك في الخير، يعني انت هتعمل عمل انساني الفترة اللي جاية. ممكن تعمل حاجة لله، ممكن توزع حاجة لله، الله اعلم، بس انت عندك حاجة جديدة. في شوية تعب نفسي من الشريك، بمعنى اصح الشريك مأثر عليك في حاجات كتيرة جدا. عندك خروج من الحالة بتاعتك السيئة، او خروج من الحالة اللي انت مضايقاك. عندك حاجة عاطلة في محكمة بقالها مدة، عندك ورق، اما ورق سفر لاما ورق خروج من اللي انت بتمر بيه حاليا، الله اعلم، بس انت عندك ورق خير الفترة اللي جاية، وعندك طاقة تانية مختلفة. كمان انت الفترة دي متسرع جدا في قراراتك، متسرع جدا في قرار، في كلام، في يعني بقيت مندفع بطريقة رهيبة. دمك دايما حامي، او دمكم دايما حامي. مشكلتكم ان انتوا بتغيروا جدا على الشريك، والشريك مش قادر يفهم الحاجة دي، وبعض الامور بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها ضغوط نفسية. حاولوا ان انتوا تتماسكوا شوية في اعصابكم، وبلاش ان انتوا تبينوا للشريك حبكم الزايد، علشان الشريك شايف ان ده عدم ثقة، وان ده تحكمات زايدة عن اللزوم، فبالتالي انتوا كده مضغوطين وبتضغطوا نفسكم في حاجات كتيرة جدا. حصل عندكم خيانة، والخيانة دي انتوا اكتشفتوها وقررتوا ان انتوا ما تتكلموش عنها، بس انتوا ناويين تردوا اللي حصل عندكم اكتر من مرة. عندكم تفاحة، والتفاحة دي هتكون خير لكم، او بمعنى اصح هتخرجكم من الضيق والخنقة اللي انتوا بتمروا بيه خلال فترة معينة باذن الله. كمان النوم بتاعكم مش مستقر، 24 ساعة تفكير، وبتضغطوا على نفسكم. واقدر ابشركم ان شاء الله باذن الله بنجاح مشروع حلو جدا. انتوا ماشيين في طريق خير، وطريق الخير ده هيبقى فيه مشروع، او انتوا بدأتوا مشروع جديد، او انتوا ناويين تبدأوا مشروع جديد. كل يعني المشروع اللي عندكم ده هينجح باذن الله. الفترة دي كمان انتوا فقدتوا حد عزيز على قلبكم، الحد ده كنتوا بتحبوه قوي، او كنتوا كده بتحسوا قد ايه الشخص ده بيديكم دفعة لقدام، قد ايه الشخص ده لطيف، قد ايه الشخص ده كويس، قررتوا ان انتوا تتعاملوا. في شوية يعني البعض منكم اصلا بسبب العصبية الزايدة اللي عندكم، القولون عندكم عصبي، 99% عندكم القولون عصبي، وعندكم وجع في الجسم بتطلع لكم كده بالضغط النفسي اللي انتوا فيه. فدايما اقول ان انتوا تهدوا اعصابكم، وبلاش ان انتوا تفضلوا طول الوقت تضغطوا على نفسكم. في حد انت ناوي تدافع عنه، لا اما هتشهد عنه حقيقه كويسه، او حد انت هيبقى قاعد في موضوع كده، او هتبقى قاعد وحد هيقول على حد كلام، فانت هتندفع جدا وهتقول ان الكلام ده ما حصلش وهتتكلم عليه. ليه؟ علشان انت مش عايز ان الشخص ده اللي انت هتدافع عنه هيكون فعلا مخلص جدا ليك، وبيكون دايما فعلا بيحبك. في حد عندكم ممتاز جدا ان هو يستفزكم، ممتاز جدا ان هو يتكلم عليكم، وان هو يجي في سيرتكم، ودايما بينك وما بينه، او بينك وما بينه مشاكل على طول. على اتفه الامور، الاسباب دي على اتفه الاسباب الصغيرة، دايما في مشاكل بينك وما بين الاسرة،
دايما كده حاسين. انا عايزه اقول لكم ان انت معمول لكم سحر بالوقف الحال، بكل حاجه. وقف الحال ده مأثر عليكم انتوا، مأثر على اولادكم، مأثر على الشريك، مأثر حتى على الاسره، وده هو اللي مسبب لكم الضغط اللي انتوا فيه. السحر ده بيتجدد لكم حاليا واقف، بس تأثيره لسه موجود، تأثيره مأثر عليكم في ايه؟ مأثر عليكم ان انتوا مش طايقين تتكلموا مع حد او عايزين تتكلموا مع حد. فعشان كده انتوا حاولوا ان انتوا تتخلصوا من السحر ده وتتحصنوا نفسكم على طول، ويبقى تستحموا بمية وملح، وتخلوا بالكم من اي حاجة سلبية مأثرة عليكم. حاليا السحر ده واقف، فطول ما هو واقف انتوا تأثيره السلبي عليكم، يعني لو كان تأثيره 100% فتأثيره حاليا 10%. فانتوا دي اكتر فترة ممكن تجددوا، اكتر فترة ممكن تطلعوا، اكتر فترة ممكن تبصوا لنفسكم وتشوفوا حياتكم بشكل جديد عندكم. كمان الفترة دي اكتر من حاجة هتبان قدامكم، وهتكون كده زي الترابيزة مكشوفة، وهتاخدوا برضو قرارات حاسمة فيها. في حمل كبير جدا على كتفكم، مسؤولية كبيرة أو حاجة كبيرة على كتفكم عايزين تاخدوها. من وقت للتاني كمان عندكم وجع في الجسم الفترة دي، عندكم حاجة مأثرة عليكم في وجع جسمكم. في حد عايز يجيب لكم هدية وانتوا هترفضوا، علشان هتحسوا ان هو بيخطط لكم حاجة، او انتم مش متفائلين خير من الشخص ده. في شوية معاناة من وقت للتاني بتعيشوها، وده بسبب الضغوط اللي عندكم، وبسبب برضو التوتر. انتوا كمان الفترة دي مش حاسين بالامان، ولا حاسين بالراحة من الناس اللي حواليكم. عندكم فوبيا من ناس كتيرة جدا، ومش عايزين تتكلموا معاها، ولا عايزين حتى تفتحوا اي مواضيع عندكم. في كمان هنا شخص، يعني انتوا ممكن يكون عندكم ابن او عندكم حد انتوا بتحبوه جدا، بس الحد ده نفسيته تعبانة، او انتوا دايما بتحاولوا تطبطبوا عليه الفترة دي. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في حمل ليكم الفترة اللي جاية، او في طاقة ايجابية بسم الله ما شاء الله عليكم. عندكم حاجة تخص اطفال انتوا هتسمعوها الفترة اللي جاية دي ان شاء الله، وممكن كمان البعض منكم يكون عنده رجوع، علشان انتوا خلاص بدأتوا تاخدوا قرارات حاسمة، بدأتوا تبصوا لحياتكم بشكل ايجابي. اي نعم انتوا عانيتوا، واي نعم انتوا اتأذيتوا، وشفتوا كتير من الحياة من لخبطة، اموركم مش متظبطة الفترة دي، بس بسبب الورق وبسبب القرار اللي انتوا تاخدوه، اولا هتحلوا المشاكل اللي عندكم، ثانيا هيبقى في قرارات حاسمة. عندكم رجوع مع ابراج مائية، برج السرطان، برج العقرب، برج الحوت، هيبقى في رجوع عندكم، او هيبقى في كلام، وممكن المشكلة اللي بينكم تتحل، بس دايما خلوا بالكم من اي طاقة سلبية. كمان بلاش ان انتوا تدوا دفعة لنفسكم في التفكير، انتوا دماغكم يعني دماغكم خلاص هتنفجر من كتر ال 24 ساعة تفكير زي ما قلت لكم، وبالكم مشغول قوي الفترة دي بحاجتين، بالصحة وبالماديات. الماديات عندكم زي ما قلت لكم، انا بشركم انه في مشروع هينجح عندكم، ومن خلال المشروع ده هيبقى فيه خبر حلو، بس الصحة دي بتاعتكم انتوا، لازم تهتموا بصحتكم، ولازم تبعدوا عن اي حاجة في حياتكم. انتوا بدأتوا يعني بدأتوا تطلعوا، اي نعم بدأتوا تطلعوا من التوتر، بس انتوا خلاص. كمان البعض منكم ممكن يكون عامل رجيم، البعض منكم داخل على ايام هيخس جدا، او بمعنى اصح انتوا في امور عندكم، البعض منكم بيلعب رياضة، البعض منكم حارم نفسه من اكل، في حاجات عندكم انتوا حارمين نفسكم منها، وده باين لكم قوي الفترة دي. كمان في حد دايما بيحب يطبطب عليكم، حد بيحب دايما يقول لكم ما تزعلوش، ان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر امركم، حد كده بيديكم طاقة ايجابية لقدام. المنفصلين هنا، المنفصلين قربوا يخبطوا دماغهم في الحيط من كتر التفكير، يعني انتوا اي نعم سايبينها على ربنا، بس برضو بتفكروا 24 ساعة تفكير، وده اكبر خطأ. انتوا سيبوا كل حاجة على ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، عشان انتوا عندكم خروج من كذا محنة. مين كمان الشخص اللي انتوا خايفين تخسروه الفترة دي، او بمعنى اصح شخص خلاكم تفقدوا ثقتكم في ناس كتيرة جدا، خلاكم خلاص عايزين تعيشوا لوحدكم كده، واخدين جنب، واخدين جزء كده لوحدكم، مش عايزين تتعاملوا مع حد خالص. ان شاء الله الفترة دي
هيكون فيه سفر مفاجئ لكم. السفر ده هيكون طاقة حلوة، هيكون فرحة طال انتظارها، هيكون أخبار ليكم انتم، أمور هتستجد معاكم. ممكن البعض منكم هيخلص ورق، والورق ده زي ما قلت هيكون خير ليكم. بس في شوية حاجات بتحصل معاكم مخلياكم خايفين من بكرة وقلقانين، وده أكبر غلط. يعني بلاش تخافوا من الأيام اللي جاية، ادوا يعني مثلا ادوا الأيام اللي جاية وضعها، أو بلاش إن انتوا ترهقوا نفسكم في تفكير وفي حاجة سلبية أو في أي ضغط نفسي منكم أو من ليكم أو لحياتكم. في مين هنا الشخص اللي منى عينه فعلا يجمعكم بينه وما بين الشريك، او الشخص اللي هو فعلا بيحبكم وعايز يجمعكم، او عايز ان هو يعني مثلا يقربكم من بعض، يخليكم تكملوا، تخليكم تشوفوا بعض. الله اعلم الشخص ده عندكم في حياتكم موجود، فخال يعني عايز يجمعكم بس مش عارف. وفي نفس الوقت ارجع واقول ان انا المره اللي فاتت شفت لكم ان انتوا في عيل طفل عندكم انتوا متعلقين بيه جدا وبالكم مشغول بيه جدا. الطفل ده مازال موجود ومازال برضو انتوا ان انتوا متعلقين بيه او بالكم مشغول بيه قوي الفتره دي. اموركم الايام دي ماشية عكس ما انتوا عايزين، او بمعنى اصح الامور عندكم فيها طاقة مختلفة. انتوا هنا حاسين ان انتوا زهقانين، ان انتوا تعبانين، عايزين بقدر المستطاع تطلعوا من اي حاجة في حياتكم، في شغلكم، في مجال اكل عيشكم، في نفور مش عايزين تشتغلوا، في مش عايزين تكملوا في الشغل ده، في شوية ضغوط انتوا حط في بالكم كده. كمان انتوا هنا شايلين هم، لا اما ورق، لا اما سفر، لا اما حد بعيد عنكم، حد اتأخر في غيابه عليكم، وناويين او في حد ناوي يساعدكم الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا. انتوا هنا مصدومين في علاقتكم مع الشريك، او بسبب الشريك ظالمكم في طرف تاني او في علاقة تانية. ممكن يكون في الشريك في طرف تاني في حياته، او في علاقة تانية الله اعلم. في نفس الوقت كمان انتوا هنا بتدوروا على حاجة جديدة تحصل لكم، بتدوروا على حاجة فيها طاقة، فيها طاقة خير. عندكم هنا شوية زعل، اي نعم بتضحكوا، اي نعم محبين للحياة، بس في شوية خنقة وضيقة من غير اي سبب، رغم ان انتوا اطيب من قلبكم مفيش، بس دايما كل الاشخاص اللي في حياتكم حاطة عليكم بشكل كبير طريق، والطريق ده طويل انتوا ماشيين فيه. هو اصلا بشرة خير ليكم، وان شاء الله باذن الله هيكون طاقة جديدة او طاقة مختلفة. انتوا صادقين جدا في مشاعركم الفترة دي، صادقين جدا في كلامكم، بتستوعبوا اكتر، بس بلاش تتعصبوا على الفاضي وعلى المليان. انتوا هنا ما تستاهلوش اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده، فياريت تخلوا بالكم. عندكم فرحة كبيرة جدا في الطريق ليكم، ان شاء الله باذن الله هتغير حياتكم للاحسن. انا عارفة ان انتوا هنا حزانة، وان انتوا هنا مطعونين، ودقيتوا في باب معين انتوا عمالين تدق عليه، ومزار عمالين تدقوا عليه، والباب ده لسه مقفول في وشكم، وعشان كده حالتكم بتسوء للأسوأ. بلاش الكلام السلبي اللي انتوا بتسمعوه من اي حد، انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه، او هتخرجوا من المحنة والضيقة اللي انتوا فيها ازاي. عندكم اكلة حلوة، اكلات بحرية انتوا بتحبوها، حاجة معينة انتوا هتحبوها. كمان في نفس الوقت هتطلعوا، انتوا بتحبوا قعدة البحر جدا، بتحبوا تشربوا قهوة، تشربوا كده حاجة تروق مزاجكم. ان شاء الله هيكون في طاقة ايجابية عندكم، وهتطلعوا من الضغوط النفسية اللي انتوا اللي هي محطوطة عليكم. ان شاء الله كمان هيبقى في تحضير، انتوا هنا بتحبوا اللون الاسود، بتحبوا الالوان اللي بتديكم طاقة إيجابية، فهتبقى في تجديد كده، هتجددوا، ممكن تنزلوا تشتروا حاجة جديدة، تهادوا نفسكم هدية، الله أعلم هتعملوا حاجات. انتوا عندكم طاقة إيجابية مفتوحة، وفي ابتسامة هتكون مرسومة على وشكم،
بس الهدف اللي انتوا حاطينه في دماغكم ده هو اللي عامل لكم التفكير السلبي الكتير، فبلاش ان انتوا تضغطوا على نفسكم وسيبوها على كل حاجة على ربنا. الحظ عندكم اي نعم واقف شوية، بس بإذن الله ربنا هيبشرك. كمان انت بتعاني من الحسد الشديد، محسود بطريقة كبيرة جدا. الحسد ده هو اللي مخليك مضغوط اليومين دول، ومخليك متقيد في علاقة سلبية مش مرتاح فيها، عايز تنفصل عنها او عايز تطلع عنها، بس مش عارف تاخد القرار ازاي او تبدأ ازاي او تتعامل ازاي. كمان انت ممكن تكون معجب بشخص او شخص معجب بيك، في اعجاب من ناحية حد وانت مش عارف تصالحه او مش عارف تتكلم معاه. كل الفتيات او كل الاشخاص اللي في حياتكم بيغيروا منكم لان انتوا جواكم نجاح، جواكم ازدهار، دايما نمبر ون في اللبس، في الجمال، في الشياكة، في الاناقة، ما شاء الله عليكم. وعشان كده انتوا اللي بتجيبوا الحسد لنفسكم، اللي بيشوفكم يعني مش بيكون متخيل ان انتوا كده، مش بيحسدكم على طول. فقالت تخلي بالكم بالنقطة دي. كمان بالكم مشغول بحد بعيد عنكم، بالكم مشغول بحد غايب عنكم، في طاقة كده، طاقة انشغال، طاقة تفكير في حد بعيد، وهو ده اللي مسبب لكم الصداع، علشان ما بتناموش كويس ولا بتاكلوا كويس، وعشان كده في ضغوط نفسية. الألم اللي في الظهر بيظهر فجأة، بعض منكم بيسوق عربية، البعض منكم بيسوق سواقة. يا ريت تخلوا بالكم من سواقتكم، او انتوا بتسوقوا او عندكم حد بيسوق، يا ريت تخلوا بالكم شوية من السواقة، وتخلوا بالكم من الاستغلال. لو في حد عايز يستغلكم الفترة دي كونوا حرصيين كويس جدا. كمان البعض منكم هنا حاطط ايده على خده ومستني رسالة معينة، في رسالة هنا انتوا مستنيينها بقدر المستطاع، حاسين ان الرسالة دي هي اللي هتديكم دفعة لقدام، وبإذن الله الرسالة دي وقت ما هتيجي انتوا هتكونوا بفضل ربنا، هتبقى رسالة كده طبطبة لقلبكم، والموضوع اللي شاغل بالكم مع العيلة، او بمعنى صح الموضوع اللي بينكم وبين العيلة اللي عمال يتفتح من وقت للتاني ده، هيدخل فيه حد وهياخد لكم قرار حاسم، او حد هياخد فيه قرار الموضوع ده، وهتحسوا ان انتوا كده صح وماشيين في طريق الصح. بس ما تسمعوش كلام حد بيوصل لكم كلام سلبي وبيخليكم تفضلوا مخنوقين في نفس الوقت. في ناس مش حابالكم الخير زي ما انتوا فاكرين، ومش عايزة تجمعكم زي ما هم بيبينوا لكم. خلوا بالكم من النقطة دي، انتوا دايما صابرين، لو ظلم صابرين، خيانة صابرين. عندكم هنا حرف الألف، الحرف الألف ده في حد انتوا بتحبوه من حرف الألف، بس شايلين هم، وفي دموع جوه قلب، جوه عيونكم دموع بطريقة رهيبة، يعني رغم ان انتوا اقوياء بس قلبكم مفيش اطيب منه. ومش القلب بس، ده كمان يعني انتوا حاسين بحاجات كتيرة جدا الفترة دي، كذا حاجة حاسين بيها، كذا حاجة شغلة بالكم، في ذبذبة في تفكير، رغم ان عندكم ايام جميلة وهتكونوا مبسوطين جدا وهتغيروا وحياتكم هتتبدل للأحسن بإذن الله بفضل ربنا. كمان انتوا ممكن تكونوا يعني علشان العين مأثرة عليكم شوية، عندكم شوية رجوع او شوية كده حاجة معينة في بالكم، الله أعلم، بس في شوية رجوع عندكم. كمان انتم متفاجئين جدا الفترة دي، في رزق انتم مش متوقعينه، في حاجة انتم ما كنتوش حاطينها في بالكم هتجيلكم فجأة في الوقت المناسب. الفترة دي هي فترة الرزق ليكم، هي فترة المفاجآت ليكم، فياريت تخلوا بالكم. ولأي حاجة تجيلكم كده تحسوا ان هي راحة من عند ربنا. كمان الوضع الاجتماعي عندكم هيتغير، وهيبقى فيه عوض من عند ربنا من بعد الصبر والطاقة السلبية اللي انتوا عشتوها طبعا الفترة دي. انتوا هتكونوا دايما يعني مالكين نفسكم، هتقعدوا على كرسي جميل جدا. الايام دي اي نعم حالة من الخمول والكسل والصداع اللي بيتكرر معاكم والكلام السلبي ده، بس انتوا ناويين تعملوا تجديد، ناويين تطلعوا، ناويين تعفروا، ناويين تبنوا، بسم الله ما شاء الله عليكم. عندكم قمر، القمر ده هينور حياتكم ورحلتكم دي هتتم على خير، اذا كانت سفر او اذا كانت زيارة لحد. بس دايما اقول خلوا بالكم من اكتر من شخص حواليكم عيونه
عليكم، الحد ده حاططكم في باله. اي نعم انتوا هتخرجوه من حياتكم، اذا كانت افاعي او اذا كان بومة او اذا كان حاجة هتخرجوهم هتطردوهم برا، وهتكونوا اصحاب قرارات حاسمة. في بلوك هيتفك بينكم وما بين حد، والبلوك ده هيكون احتمال كبير جدا هيكون طاقة ايجابية ليكم، علشان انتوا الفترة دي ساكتين اكتر عن ما انتوا بتتكلموا. وزي ما قلت لكم التعبين اللي على هيئة بشر اللي موجودين في حياتكم، ان شاء الله باذن الله في الوقت المناسب انتوا هتطلعوا من اللي انتوا فيه. ولو في موضوع معين محيركم او موضوع معين شاغل بالكم الفترة دي، ده اتأكدوا انه هيكون طاقة ايجابية من عند ربنا. انتوا مهووسين جدا باللخبطة اللي عندكم، بس دايما اشاراتكم روحانية، دايما طاقتكم يعني الطاقة بتاعتكم روحانية، تفكيركم اصلا تفكير روحاني. إيه بتحس كده انه في حاجات بتحصل غريبة عندكم وانتوا مش يعني مش متوقعين او مش متخيلين ان الحاجة دي تحصل كده بسهولة، او الحاجة دي تتم عندكم بالطريقة دي. تفكير رهيب وامور عندكم انتوا يعني ما شاء الله عليكم. بس كمان انتوا هنا الحاجة اللي بتفكروا فيها حاليا، الحاجة دي صح 100% من غير كلام كتير. الحاجة اللي انتوا بتحطينها ببالكم دي صح، بس انتوا مستنيين تمسكوا دليل او تمسكوا حاجة. فكمان انتوا عايزين، انتوا هنا هتسامحوا حد، حد اتكلم عليكم، هتسامحوا وهتسيبوها على الله. بس في شخص لو مات، يعني انتوا بتقولوا الشخص ده لو الجنة واقفة علينا علشان نسامحه، احنا مش هنسامحه. الشخص ده مازال موجود. وعايزه اقول لكم كمان الفتره اللي جايه الحظ هيبدا يلعب معاكم دور حلو وكويس جدا، وعشان كده هتصحوا في كام يوم مميزين جدا بالنسبه لكم، وهتحسوا انه في فرحه. وزي ما قلت لكم لو انتوا حاليا بتعانوا من قله الرزق، الفتره اللي جايه هيكون في تواصل مع حد بعيد، او حد هيكون ليه سلطه، حد هيكون ليه وضع كده حلو او فرحه حلوه. بسم الله ما شاء الله عليكم، وشكم هيبدأ ينور، هتبدأوا تهتموا بنفسكم، هتبدأوا تشتغلوا على نفسكم، هيبدأ الأيام اللي جاية هتكون في طاقات حلوة، وهيبقى في أخبار مختلفة. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا يعني سوء الظن اللي عندكم ده هيتبدل، وهتطلعوا من كذا حاجة مضايقاكم، بس اهدوا هدوا اعصابكم. يعني انا بشرتكم ان انتوا هيكون عندكم طاقة ايجابية وفي مشروع ناجح وهيبقى فيه اخبار حلوة، بس في حاجات غريبة بتحصل معاكم الفترة دي بشكل كبير جدا. وفي حبيب او في علاقة سابقة، حد يخص الحب هيرجع لكم الفترة اللي جاية، وهيبقى عندكم ايه كده دفعة لقدام، هتحسوا ان الشخص ده رجع لكم علشان حاجة معينة، فانتوا ممكن ترفضوا او ممكن تقولوا احنا كنا مستنيين الرجوع علشان نشوفوا انتوا هتعملوا ايه من غيرنا، او حياتكم هتكون ماشية ازاي من غيرنا. قراراتكم دايما متفائلة، فيها تفاؤل، في حب جديد، في تغيرات جذرية عندكم على جميع الأصعد، بس دايما خلوا أعصابكم هادية، وخلوا إن انتوا عندكم ثقة بنفسكم بتتجدد الفترة دي، أو طاقات معينة عندكم هتتجدد بإذن الله. في كذا حاجة كمان هيبقى فيها تحسين، وهيبقى فيها الوضع اللي انتوا فيه ده أو الحاجة اللي انتوا فيها حاليا هيبقى فيها طاقة تانية خالص، أو هيبقى فيه تفسير لحالتكم بطاقة مختلفة. انتوا عندكم كذا حاجة هتتحسن، فبلاش أي ضغوط نفسية. نشوف بقى الرسالة بتاعتكم اللي هتتحط على الأمنية بتاعتكم، ولعل تكون خير عندكم. اختار ورقة معايا، يلا اخترتي. لا تيأس من أي حاجة تأخرت، ولا تهتم، فالله معك. راحة البال والحب والمال وكل شيء هيكون على ما يرام. طيب ما تزعلوش مني، انا ما عجبتنيش الرسالة دي، فانا عايز اختار واحدة تانية. لا انا هختار دي. دي بقى دخلت قلبي على طول. لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما تريده، سيتغير حالك الى الافضل باذن الله. الرسالة دي تدخل القلب. لا تتسرع فستنول
صبرك عن كل ما تريده وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. بسم الله عليك وعلى أيامك وعلى جمالك. الرسالة التانية دخلت قلبي على طول، وأتمنى تكون إن هي دخلت قلبكم. تحياتي ليكم وأتمنى لكم الخير، ولو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وبالتعليق اللي يتصلوا بيه على الحبيب.